من جهته اكد الدكتور جاسم حاجي جاسم المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي اكد خلال استضافته في نشاه سابقه ان مملكه البحرين سباقه في احتضان مثل هذه الملتقيات التي تشجع على تبادل العلم والمعرفه في مجالات علوم المستقبل. الملتقى ورعايه الملتقى من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه وليس غريب عليه دعم المبادرات ومبادرات شبابيه وابتكاريه وبالاخص في الذكاء الاصطناعي حيث هو من الاوائل في الشرق الاوسط ليدعم الافكار بالنسبه للذكاء الاصطناعي من 2019 وايضا بالنسبه لنا في البحرين ان نستضيف افتراضيا ملتقى شبابي على مستوى الدول العربيه في الذكاء الاصطناعي يرسخ مفهوم الذكاء الاصطناعي في البحرين وكوننا من اوائل الدول لنعمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن خلال الخريجين والخريجات من الجامعات البحرينية ليأخذون الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحديثة كتخصصات ويبتكرون في مجالات العمل.